كشفت تقارير طبية أن ارتداء الكعب العالي يمكن أن يؤثر على أعضاء المرأة ويجعلها غير قادرة على الإنجاب، إضافة إلى تأثيره على مفاصل الجسم وعضلاته. التفاصيل في هذا التقرير للزميل أحمد الحلو. هل تشعرين بثقة في النفس وأنت ترتدين الكعب العالي؟ دائما وبظهر الست إنه مور إليجنت، حتى لما ألبس واطي بحس إن في شيء غريب بالموضوع. هو أكثر يعني كستايل حلو، عشان هيك نحن نلبس البنات يعني. أنت أطول وأرشق، نعم بالكعب العالي. شعري كثير حلو، هو إليجنسي يعني، بس مش أكثر يعني، خاصة اللي بيكونوا طوال مش بحاجة، بس إنه يعني بيعطي شوية أناقة. ولكن هل تساءلتي أين يكمن الضرر في هذا الحذاء؟ ايه اكيد كثير مزعج، مشكله بسبب الام ظهر ومفاصل. اكثر حاجه بيحصل مشاكل في الانكل طبعا. لحد هلا اللي بعرفه انه بس وجع ظهر بوجع الاجرين، اكثر من هيك ما عندنا. الكعب العالي بيزيد تقوس الظهر، وهذا بياثر طبعا على عضلات الظهر وعضلات الرقبه. زياده الضغط على الكعب بيؤدي لسماكه في الجلد وتشوه القدمين، وهذا يعني في ناس كمان عندهم القدم من الأمام بتصير في بروز في العظمة وبتصير في تشوه فيهم يعني، وهذا كله نتيجة الكعب العالي وكمان اللي هو الأحذية اللي هي مدببة من الأمام كمان. تقارير طبية حديثة كشفت أن الكعب العالي يؤثر على أعضاء المرأة ويجعلها غير قادرة على الإنجاب. لا خلاص حبطل أشتري بقى، خلاص حبطل الكعب العالي كده ما ينفع، بس أكيد يعني. إضافة إلى تأثيرها على الأعضاء الداخلية للمرأة. الله يبشرك بالخير. كل هذا الكعب العالي؟ طيب ثانك يو للمعلومات. بتوجع الظهر أوكي فهمناها، الإجرين إيه، بس أنه إجريت للأولاد كمان كتير هيك. لا ما أعتقد أنه بتأثر أعضاء التناسلية، لأنه يعني مش هي وسيلة لعدم الإنجاب، ولا كان عدد سكان الكرة الأرضية قل كثير يعني. أقلل استخدامه، بس برضو لازم ليه أوقات الواحد بيلبس كعب عالي. رغم هذه المضار الكثيرة للكعب العالي، إلا أن النساء يحرصن على ارتدائه بحثا منهن عن مظهر يجذب الانتباه. اضطر مجبر أخاك لبطل. لبرنامج يا هلا، أحمد الحلو. وقعت فكسرت رجلي، كسرت أهيالي.